Nasıl gibi? غلط. ليه؟ عشان هي وشي وقت دول مفرد ياخدوا دازنت، الباقي دول جمع ياخدوا دونت. انا اصلا ما بحبش الانجليزي. مفيش حاجه اسمها بحب وما بحبش، كمل الواجب. يا سلطانه قلبي زمان كتبت لي شعر لساتك بتتذكره، انا حابه اني اسمعه. جرى يا جماعه، انتوا مات لكم ميت ولا ايه؟ الاميره هو ايه؟ مين هو ايه؟ ايه يا بابا؟ ويام ويام. طب خليك انت هنا. انت حقيقتي، انت خيالي لا بالحق. حتى انت يا حاج بتعيط على الاميره هيام؟ مش فاهمك انت. انت ما جربتش احساس الفراق. امك الله يرحمها لما ماتت قعدت سنه كل يوم بالليل اعيط عليها. حبيبتي لما تتجوز هتعرف. لا انت مش ناوي تتجوز بقى؟ ربنا سهل، ادعي لنا يا حاجة. ايه ده يا سمير؟ ايه؟ يعني أول مرة تتكلم في الحكاية عادي كده. الظاهر إن في حاجة مستخبية يا أبو العريس. بسم الله الرحمن الرحيم. قومي يا أختي بقى نكمل واجب في الأوضة. طب لا لا خلصنا. أنا قايمة أعمل حاجة سخنة. حد هيشرب حاجة؟ أنا هشرب شاي. بحليب. هي ايه الحكايه؟ حكايه ايه؟ هو انا يعني عشان قلت ربنا سهل بقت في حكايه خلاص؟ لا بس يبقى في نيه. يا ستي ولا نيه ولا حاجه، انت هتمسكي لي على الكلمه يا عبله. طب والختمه الشريفه شكلها في نيه؟ بابا يعني ايه الختمه الشريفه بالانجليزي؟ خسارة لو ما كانش الجو متعكر بيني وبين سوني عشان الموضوع ايه كنت قررته. سيبك منه من سوني وخليك في نفسك. هتعملي ايه في موضوع ضاحي؟ عمي موضوع ضاحي ده خلاص مات بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة له هو لسه ما ماتش. يوم والتاني وحينطلك. يومين وحينسى، تبقى تنار تصبح رماد. لا 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 لا، بتعمل ايه؟ عسل. احنا ما صدقنا صحتك ردت. ماشي يا عبله كده صح؟ صح، برافو عليك. كملي اللي بعدها بقى. انا مش قادره. مفيش حاجه اسمها مش قادره، كملي اللي بعدها. اسمعي الكلام يا نور. الشاي باللبن، وعملت لك سندوتش حلاوه عشان تصحصحي كده وتعملي الواجب صح. بس انا ما بحبش الحلاوه. لا الحلاوه حلوه، كليها. ايه تقلانه ولا ايه؟ هي مين دي؟ لا ولا حاجة. يلا فتكوا بعافية. تيجي تباتي معايا النهاردة؟ أيوه يلا. أيوه إيه؟ رايحة فين أنت؟ تعالي كملي الواجب. معلش يا عبلة، عندها واجب كتير مش هينفع المرة دي. طيب ماشي. اللي هو الأستاذ أكرم عجبه الأكل بتاعنا المرة اللي فاتت؟ آه تسلم إيديكي، رافعة راسنا دايماً أنت يا بلبلة، ده بقى بيحب المصمت قوي. طب الحمد لله، تصبحوا على خير. أنت من أهله. خلصتي؟ خلصت وخلصت اللي بعدها كمان. الو؟ ايوه مين؟ لحظه واحده يا فندم. الو؟ ايوه مساء الخير يا فندم، مع حضرتك الشركه المصريه الالمانيه لتركيب فلاتر المايه. الف الف مبروك يا فندم، حضرتك كسبت معانا جايزه. جايزه؟ ايوه يا فندم، رقمك كسب معانا فلتر مايه 5 مراحل كدعم مجاني لشركتنا. لو عجب حضرتك وحابب تركب الفلتر 7 مراحل احنا بنقدم ده بخصم 40%. احنا تحت امرك يا فندم. هنحتاج بس ان احنا نسجل بيانات حضرتك وتقول لنا الوقت اللي يناسبك يا فندم علشان نيجي نركب فيه الفلتر. اسم حضرتك الثلاثي يا فندم بعد اذنك. يا عم انا مش فاهم منك حاجه، انت جبت رقم منين اصلا؟ من قاعده بيانات الشركه حضرتك، عندنا داتابيس كبيره جدا يا فندم. لا ما شاء الله، وسهرانين بقى انتوا في الشركه لحد دلوقتي بتوزعوا فلاتر ببلاش؟ ايوه يا فندم، ما ده الشيفت المسائي حضرتك. حضرتك احنا بنشتغل شيفت الصبح من 12 ل 12 وبعدين بنكمل من 12 دول لحد 12 مساء تاني يوم يا فندم. اسم حضرتك الثلاثي بعد اذنك. يا عم الثلاثه والاربعه مش ناقصه صداع. هي بقول لك ايه، انا بشرب ميه معدنيه اصلا، ريح نفسك. يا فندم بس الفلتر.
خلاص يا نور بطلي استعبات، يلا قومي نامي. لا انا عاوزه اكمل مذاكره. لا والنبي قومي يا نور يلا مش هشيلك، تعالي. تصبحي على خير. تصبحي على خير يا ماما. ايه ده يا نور؟ احنا مش اتفقنا انك تخبي الصوره دي عشان محدش يشوفها؟ انت ليه مش عاوز حد يشوفها؟ انا نفسي اوريها لكل اصحابي. ما انا قلت لك يا نور عشان ماما ما كانتش بتحب حد يشوف صورها. عايزه تزعليها وهي عند ربنا؟ طب لا خلاص، انا هاخدها وهحضنها، واول لما اصحى الصبح احطها تحت المخده تاني. صباح على خير. ده فايل في شحنة الكابلات اللي اتوردت الشهر اللي فات، وده ميل بعته للإنفراستراكشر هيد أوفيس بخصوص نتائج التست اللي اتعملت للكابلات. للأسف النتيجة مش كويسة برضو. طب ايه رأيك معايا؟ دي مش أول مرة تحصل. بالظبط. طب خلاص حددي معاد مع خالد عدنان وفريدريك لوكازي يكون معانا كونفرنس كول. اوكي. السبيتش بتاعتك في الريسبشن هتكون الساعة 9، وانا بلغت مدام نايلة بالميعاد. تحب اكونفيرم؟ لا لا تمام، مرسي. الو. ايوه نايلة، انا احتمال اجي النهارده على الغدا. لا لا اكيد جاي، اكيد جاي. الو. ايوه سمير. مين؟ تلحقت تنساني ولا ايه؟ انا اللي كلمتني امبارح على الفلاتر. اهلا، ازاي حضرتك؟ فكرت في العرض يا فندم؟ شايك يا سمير. هو حضرتك بتضحك على ايه؟ صدمة خفيفة سمرة. بص بقى، انت مش فلاتر، انت ايه بقى؟ مش فلاتر ازاي يعني؟ ده انت بورم بقى. طب بص يا سمرة يا فلاتر، انت مين اللي اداك الرقم ده؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم رقمك موجود على الداتابيس بتاعت الشركه. وعموما لو مش عاوز العرض خلاص براحتك. سبحان الله، وهي لسه الشركه بتاعتكم دي فيها الثلاث ارقام بتوعي؟ لو حضرتك عندك ثلاث ارقام يبقى وارد جدا. انت مباحث يالا؟ لا شكلك مش مباحث. مين اللي اداك الارقام بتاعتي دياد؟ مش عايز تقول؟ انا هعرف بطريقتي. طب ممكن اجرب الجبنه الشيدر والسامبولي؟ طبعا. اتفضل. شكرا. الو. ايوه استاذ سمير، حضرتك عرفت حاجه؟ عرفت هو مين؟ يعني هو رد عليك؟ طب هو ممكن يكون عارف ان انا اللي اديت لك الرقم؟ الاحسن لو اتصل بيكي ما ترديش عليه لحد ما تشوف هنعمل ايه معاه. أصله حاول يعمل هاكينج على موبايلي. الواد ده شكله خطر يا ترى. بس ما تقلقيش إن شاء الله هنتصرف. طيب، إيه رأيك لو اتقابلنا النهارده يعني أكون فكرت في حل الموضوع؟ طيب خلاص مفيش مشكلة. هشوف أنا كده وصلت لإيه وأكلمك. مع السلامة. المرة الجاية ما تبقيش تتأخري عليا. لو انت هتعوزني تاني. انت هتسألي برحمك، انت تنفذي اللي اقولك عليه وخلاص. حياتي عندك، ما ترجع تخوفني منك تاني. اعمل لنا فنجانين قهوة؟ ليه؟ هنتسامر؟ احنا مش خلصنا خلاص؟ اصلي صفوت معاده لسه ما جاش. وانا بقى المفروض اقعد احكي لك في حواديت علشان اسليكي لحد ما صفوت معاده ما يجي. مش القصد، انا بقول يعني لو حابب تقعد شويه.
لا مش حابب اقعد شويه، حابب انزل اشوف اكل عيشي في المحل. بالحق سعيد بيحوم وعمال يزن عليا كل شويه ويتكلمني، بس انا وحياتك ولا سأله فيه. لا يا شيخ. او النعمه. طب يلا يلا عشان مستعجل. يلا. طيب بالحق صفوت مسافر بكره الفجريه وهيرد تاني على اخر النهار، يعني ممكن افوت عليك بكره. ممكن ما تجيبليش سيره عم صفوت تاني؟ علشان كل ما بتجيبي سيرته انا بعرف منك زياده. على فكره انت ممكن جدا جوزك يسافر وتقعدي زي الستات المحترمين تشوفي بيتك وبنتك، ولا خلاص بقى صعب عليكي؟ هو انا زعلتك في حاجه؟ تكلي على الله، وانا لما هعوزك هعرف اجيبك. طب شوف لي السك. واو حلوة قوي. أساعدك؟ اه بليز. نعم ثانك يو. مفيش حاجة من غير مقابل بليز. أساعدك أنا تحت الكرافات. ها بنشكر الصحفي الكبير استاذ صلاح حنفي لانه شرفنا في البرنامج النهارده. شرف ليا يا استاذ حنفي. اسعدك. هنطلع فاصل ونرجع مع الفقره الفنيه. هنشوفكم بعد شويه. زنقتني انت في كام سؤال برضه يا معلم. يا عم لا زنقتك ولا نيل. انت اديتني فرصه اصلا. انت كنت ناقص تيجي تقعد مكاني. يا ابني انا لو اشتغلت مذيع هقعدكم في البيت، انا بس سايبكم تاكلوا عيش. اه والصبح تاكل عيش في الجرنان وبالليل تقطع علينا البرنامج. استاذ حازم. في حاجة عايز تظبط الفقرة اللي جاية؟ شوفي انت كده لو في حاجة. لا امتهالي كويس قوي. شفتي الأستاذ بتاعكم عمل فيا ايه؟ عمل ايه بس، دي كانت فقرة كويسة قوي. عارف يا حازم رغم ان انا مش طايقك بس لو طلبتوني اجي تاني هاجي تاني، عشان حاجة واحدة بس، عشان الميك اب الجميل ده واللمسات الفنية بتاعت الأستاذة. برافو عليك يا مدام. ولا أنسة؟ لا أنسة. انت بس بوردرين في التليفون يا حبيبي واحنا نبقى هعملك ميك اب كل يوم. يا سيدي انا من هنا ورايح ارد على طول، طول ما الانسه هي الميك اب ارتست. وبعد اذن استاذ حازم ممكن اخد رقم تليفونك علشان لو في اي برامج تلفزيونيه ثانيه هظهر فيها، علشان نتعاون مع بعض في حلقات بعد كده. لا انا اسفه قوي ما اشتغلش بارلر البرنامج بتاعي. انا اذنكم استاذ حازم 30 سنه على الهواء. مبسوط ان شفتك يا ابو صلاح. سلام.
خد يا حبيبي. نتكلم في الموضوع ده بكره في الميتنج. ماشي يا استاذ، وانا ابلغهم بحوار فقره اللي هتتلغي دي. تمام يا استاذ حازم، ثانيه واحده بعد اذنك. ايوه يا ساره، في حاجه؟ ممكن افهم ايه اللي كان بيحصل جوه ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي كان بيحصل جوه؟ صاحبك اللي كان بيعاكسني. بيعاكسك ايه؟ هو ده مكان نتكلم فيه في حاجه زي دي؟ يعني هو اللي حصل جوه هو اللي ينفع؟ هو ايه اللي ينفع وما ينفعش؟ الراجل قال لي كلمتين مجامله عادي يعني، ايه المشكله؟ هو انت ما شفتش كان بيبص لي ازاي؟ بيبص لك ايه بس؟ انت مكبره الموضوع زياده عن اللزوم يا ساره. وبعدين يعني الموقف ده مش اول مره يحصل لك اكيد يعني. فعديها معلش. انت شايف كده؟ عايزين اعمل له ايه يعني؟ مش اضربه؟ وقفتنا دي اللي ملهاش اي معنى دلوقتي. باي باي يا ساره. الحفلة كانت لطيفة مش كده؟ اه قوي قوي. ميرسي انك جيتي. بتقعد تسافر بكرة؟ هترجعوا انت؟ مش عارفة، غالبا هنرجع الجمعة مثلا او السبت كده، ما قررناش. طب ما تحاولي تخليها الجمعة. طب بقول لك يا أكرم، هتنزل أنت الأوتيل الأول ولا توصلوني؟ الأوتيل أقرب. أنا هنزل وسمير هيوصلك. الأوتيل الأول يا سمير. حاضر يا مستر. قابلنا قبل كده. يمكن، مش عارفه. انت بتيجي هنا كتير؟ لما ابقى فاضيه بس. انا من حظي انك فاضيه النهارده. ممكن اعزمك على درينك؟ تشربي ايه؟ ده بلادي ماري؟ اه. هاي لو سمحت. لو سمحت. اثنين بلادي ماري. اثنين بلادي ماري. انتي عارفه انا بقالي نص ساعه قاعد ببص عليكي من بعيد. طب وما جيتش على طول ليه؟ عشان عبيط. ايه ده؟ ده انت عبيط بجد بقى. ايه في ايه؟ ايه الفضايح اللي انت عاملاها؟ فضايح ايه وزفت؟ انت لسه شفت فضايح؟ بس اديهم له على ترابيزته وخليه يدفع. الو، بعد كده لما اتصل بيك ترد عليها على طول، مش لازم كل مره افكرك باللي فيها وممكن اعمل ايه. ما تخلينيش ازهق. ها، اخبارك يا مزة؟ لسه متجبسه والله. ولسانك اتجبس هو كمان. بطلبك من امبارح، الموضوع طول قوي وانا بدات ازهق والله. كنت لسه ما باكلش من الحلفان. صوري لي كده الحتة المتجبسة واللي مش متجبسة برضو بالمرة، عشان بصراحة أنا زهقت من الفرجة على الفيديو بتاع الواد أيمن. بقولك إيه، ما تبعتي لي فيديو تاني كده لغاية ما تخفي. هو أنت فاكر الفيديو ده إيه؟ اللي حصل ده غلطة عمري الوحيدة والله. الله يخرب بيته بقى.
الله يخرب بيته. انا مش قصدي حاجه والله يا توتو، بس الفيديو بتاعك حلو قوي، وبصراحه هو اللي مصبرني عليكي. اصل انا بحب البنات النونو اللي بتجسف زي كده. النوع ده بصراحه ما عداش عليا قبل كده. يلا بقى صوري لي نفسك. موبايلي ما فيهوش كمان. الموبايل اللي فيه كاميرا اتكسر في الحادثه. طب وبعدين يا توتو؟ انا ما صبرتش على حد كده لولا بس انك عجباني. بقولك ايه، انت تعرفي حد اسمه سمير؟ سمير؟ سمير مين؟ لا ما اعرفش حد بالاسم ده. ما انا برضو قلت كده، قلت انك ما تعمليش الحركات البلدي دي. سلام يا توتو. سلام. انت بتتفرج على ايه؟ مفيش دعوه. انا كده مش شايفه. ولا انا شايف. دخل التليفون ده لسمير. ايه يا بنت التناكه دي؟ يا سمير تليفونك بيرن. واحده اسمها تقع. الله مين تقع دي يا سمير؟ ما تخليكي في حالك. الو؟ لا خالص مش معطلاني. امتى؟ وقال لك ايه؟ اوعى تكوني قلت لي انك تعرفيني. طيب بصي انا بفكر في حاجه كده احتاج فيها تليفونك القديم. لا انا كنت عاوز اعرف بس هو عامل لك تتبع ولا عامل هاكينج على الموبايل كله. لما اشوفك هفهمك. بصي انا هبعت لك دلوقتي رساله بعد ما نقفل المكالمه، فيها عنوان المحل بتاع الموبايلات بتاعنا. لو ينفع يعني يا ريت اشوفك هناك يوم الجمعه بعد الصلاه. طيب خلي بالك من نفسك. مع السلامة. أنا طلعت أهو، طلعت من محطة المترو، وفي دلوقتي محل عصير على يمين. طيب أيوة بصي يمينك تعالي أهو. أنا أهو شفتيني؟ أه شفتك. خلاص يلا تعالي. ازيك يا تقى؟ ازيك يا سمير؟ الحمد لله. دي بقى الأنسة نور. ازيك يا نور؟ الحمد لله. على فكرة أنا عارفاكي. بجد؟ والله بسمع سمير وهو بيكلمك، بس أنا مش بسمع أنتوا بتقولوا إيه بالظبط، علشان هو بياخد التليفون وبيروح بعيد. الشبكة عندنا في البيت أصلي بتبقى وحشة شوية، فلازم آخد التليفون عند الشباك. آه الشبكة بتبقى وحشة قوي جنبي. طب يلا يا نور يا حبيبتي طلعي الحاجات دي العبلة بقى عشان تلحق تعمل غدا. يلا. هتجيلنا البيت؟ اه اكيد. باي باي. معلش هي بتتلمط كتير. لا ما تقولش كده، ما شاء الله عليها ربنا يحميها. طيب اتفضلي. ده المحل بتاعنا. حسب يلا تعالي اتفضلي. تعالي اتفضلي يا تقى. ده سوني صاحبي في مقام اخويا بالظبط. اه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف سلام عليك. الله يسلمك. تشربي ايه؟ لا ملوش لزوم. لا ملوش لزوم ازاي؟ ده انت اول مره تجيلنا المحل. اجيب لك عصير. لا مش عايزه والله. عصير هنا، القهوه هنا نظيفه ما تخافيش. اجيب لك عصير. السيد اتفضلي. قولي. شكرا. عفوا. التليفون معاكي؟ اه ده ولا التاني؟ الاتنين.
هو انتوا بتعملوا ايه؟ بنغطي الكاميرا والسماعات عشان لو طلع عامل هاكينج ما يقدرش يسمعنا ويشوفنا. يعني ايه؟ يعني هو كان سامعني وشايفني طول الوقت اللي فات ده؟ لو التليفون متوصل على النت وهو عامل هاكينج عليه يقدر يسمعك ويشوفك طبعا. ايه؟ لابس طبعا يا معلم. انت جالك على التليفون من نمرته او من اي نمر غريبه لينكات وفتحتيها؟ مش فاكره. يعني يمكن تكون حاجه زي كده حصل. لا هو اكيد حصل. طيب بص، احنا الاول هنشيل الهاكينج اللي على التليفون وتاخدي من هنا رقم جديد تحطيه في التليفون القديم او الجديد براحتك. بس انا رايي لو هتستعملي السمارت ده ما ينفعش تفتح اي لينكات من اي نمر غريبه تانية. قصدك ان انا هغير الرقم القديم واجيب رقم جديد؟ ايوه. ايه المشكله؟ احنا بنعمل كده عشان ما يضايقكيش تاني. مش قصدي، بس انا عايز اعرف هو مين الاول. هو احنا نقدر نعرف من هنا هو مين؟ ايوه طبعا نقدر. احنا ممكن جدا نبعت له سيرفر لابس من رقمك على الموبايل بتاعه عشان لما نبعت له لينك ويفتحه يبقى الموبايل بتاعه معانا. يعني ايه؟ هو يقصد يعني ان احنا نبعت له بجاي زي اللي بعتها لك. لينك يعني نبعته له. فلو فتحه نقدر نهاك التليفون بتاعه. مش هينفع يا سوني. الراجل ده مش سهل ومش هتخيل عليه، ده بعت لي بجاي قبل كده وانا مسحت الرساله، ده فاهم كل حاجه. طب وبعدين؟ ما تلاقيش يا طارق. نشيل بس الهاكينج الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. ده هو. انت دخلت على النت من السمارت؟ ايوه طبعا. ليه يا سوني؟ ليه؟ ليه ايه؟ امال هجيب بياناته ازاي من على التروك وقول. الو. مش عيب تكذب عليا يا توتو؟ انا ما بكذبش. ازاي بقى؟ انت طلعتي كدابة كبيرة. ادي انت خرجت اهو. لا جبس ولا حاجة. انت وموبايلك اتحركتوا. وانا عارف انتوا فين دلوقتي. تحب اجيلك؟ تيجي فين بس؟ خلاص يبقى تيجي انت. اجي ازاي؟ انا مش عارفه اتحرك. بتحرك بالعافيه ومتسنده على بنت خالتي. سيبك بقى من الافلام دي. عدى عليا بعد ساعه ونص. خفتي؟ متخافيش، انا في اسكندريه دلوقتي وجاي بعد بكره. هكلمك واديك عنوان تجيلي فيه. بعد بكره ده اخر كلام عندي. وعشان تتاكدي اني ما بهزرش، انا برفع دلوقتي الشوايه اللي شفتيهم في الاسم على النت. خمس دقايق وهبعت لك اللينك. لا استنى استنى، ابوس ايدك ثانيه واحده. انا اسفه، انا اسفه والله العظيم. انا مش هعمل كده تاني والله العظيم. انا اسفه والله ما هعمل كده تاني. الو الو. استني بس. استنى ايه؟ كفايه قوي لحد كده. انا مش عايز اشوف وشك تاني. البيت دي متداس عليها يا سمير.